بابا منير وماما مريوش حال غادي يفرحوا بهذا الدبلوم اللي خدت. ما خلاو ما ملو باش نتعلم الصنعه، قالوا لي هذا هو المستقبل ديال حياتي. معلوم على ما عرفتيش فين وصلت الصنعه ديال القطار المغربي في الداخل وفي الخارج، ترقى تدخلوا لها تحسينات ولا شي حاجه موديرن. هذا هو المستوى اللي بغاتني ماما نوصل ليه، تولي سميتي مشهوره في عالم القطار المغربي. وتبارك الله عليك، راك الحمد لله غاده في هذا المستوى. هادشي على الصبر على المعلمة الدنيا اللي انا معها دابا، ما باش نخسر العلاقه ديالها بينها وبين ماما حيت هي صاحبتها. وسمحي لي، واخا صاحبت ماما راه ما خاصهاش تستغلك هكا، بارك الفلوس اللي ربحات والشهره اللي تشرات على ظهرك. وما نكرش بانني تعلمت عندها بزاف ديال الحوايج، وهذا ما تيخليهاش انها تبقى تستغلني هكا. وعرفتي شنو، نهضروا مره اخرى في هادشي، انا راه دايره مع ماما وراه مشى عليا الحال. يلا بالسلامه هاد الساعه. شكون قال الغزاله ديالي خدوش نشوفها وصلت لهاد النهار؟ على كنت ناخذ هاد الدبلوم لو كان ما ساعدتونيش. حنا وصلنا، خصك غير انت تكملي مستقبلك. ما تقوليش يا ماما هكذا، انا مازال محتاجه ليكم. امتى جبتي الدبلوم؟ ها هو. تبارك الله عليك يا بنتي، هكذا نبغيك. حتى انا على كادو التخرج ديالك. شكرا بابا، الله يكثر خيرك. ورا ما نساو شي، حتى المعلمه الدنيا راه علمتك. عندك صحه ماما، حتى هي نفعتني، راه بسببها وليتي معروفه عند العائلات. سمعيني يا ماما، دابا راه خاصها تزيدني في الثمن بحال المعلمات كلهم. وماشي من الاول عاد طلبي زياده؟ وعلاش ما تطلبهاش من دابا؟ تمشي عندها وتفاهم معها بلاتي هي احسن. هادشي اللي غادي ندير. شوف بنتي، انت دابا راكي بصنعتك وقاده تعرفي مصلحتك. بركه ولينا من نصائح، شوفوا الكادو النجاح. والله الا لا عندك صحه ماما. هو الدبلوم اللي كنت كنجري عليه. تبارك الله عليك، ما عندي ما يسالك. ايوا شتي، شتي النصائح اللي عطيتك شحال نفعوك؟ حتى القرايه اللي خديت في مركز التكوين نفعتني. ما عندي ما يتسالك، تبارك الله عليك. واش غادي نقول لك، ها واحد الفرصه اخرى جات حتى لبين يديك باش تبيني الا البراعه ديالك. مولاتها بغات اللي تفنن العافيه. هادي ما تكون غير شي مره ذواقه من هذوك اللي كيعجبهم التجديد والموضه. طحتي فيها هي هذيك، ما عندي ما يتسالك. بحال ديما ما غاديش نحشم بك. لا لا، الدنيا بغيت نهضر معاك. الله يسمعنا خير. بغيت نهضر معاك في الزياده. حتى انا راه عامله حسابي على الزياده، ما غادي يكون غير خاطرك. وشحال غادي تزيديني؟ غادي نكمل لك 500 درهم على كل بياسه. لا لا لا، قليله عليا. قليله عليك؟ على شحال بغيتي؟ 40% من ثمن كل لبسه. ولا لا، اجي شاركي معايا المحل. لا لا لا، انت هي المعلمه. ايوا ملي كتقولي هاد الهضره، ما بقالك غير تكوني هي انت المعلمه. ما نتقادش معاك، كل واحد ومرتبته، ولكن الخلاص اللي دايره ليا راه ما مسلكنيش. وانا اش من ربح عندي في هاد الشيء؟ اجي لالا خلصي معايا الكرا والضريبه وزيد وزيد. داكشي شغلك، وانا تنشوف اللي تيسلكني. شتك لالا غير قبضتي الدبلوم وانت طلعي السما. ما تنسايش بانني عاونتك باش توصلي لهاد الشهره. كلها راه معروف وجهو. وزيدون، اش هاد الاسلوب هذا باش كتهضر معايا؟ بلا ما نخرجوا للعيب، الا عجبك هو هذاك، ما عجبكش الله يسهل على كل واحد فينا. اللي جبر حسن من العسل غير العقو، والهضره ماشي معاك انت دابا. يكون في علمك، راه الهضره ما غادي تكون غير معايا انا، ودابا الله يهنيك. شوف، الهضره ماشي معاك انت، الهضره مع هذيك اللي كتقولي لها اماما. مرحبا لالا دنيا. الله يبارك فيك لالا، مرحبا. ديك التكشيطه موجوده؟ موجوده لالا. ها هي لالا، قيسيها وردي عليا الخبر. ما عندي ما نقول، الصنعه ديالك انا مجرباها تبارك الله عليك. وشحال باقي عندي؟ 3000 درهم. وإلا ما موجودينش عندك دابا حتى من بعد ما بيناتناش. لا هما الاولين موجودين. خذ بسم الله وحسبهم بعدا. خلاص الخير حتى نحسبهم، حرام على بيناتنا هذا الشيء. والسلامه لالا هاد الساعه، الله يعاونك. لبس وتعاود بالصحه والراحه لالا. قولوا لي بعدا خدوش فينا هي؟ كاع ما شفتها. راه غير في بيتها. لا راه خرجت هي واحد البنت صاحبتها. شوف اختي مريم، انا راه جيت اليوم خصيصا باش تقدي بيناتنا.
وخصكم غير تفهموا وصافي. واش 40% على كل بياسة معقولة؟ ما خدوش نقص شوية وانتي زيدي شوية وتفهموا. راه من كل الظروف انا راه ما نقدرش نزيدها على 15%. على هذا الحساب غادي تبقاو بعاد بزاف. علاش غدير بهاد الفلوس كاع ياك الخير كله عندها؟ على ما خصهاش تفكر في المستقبل ديالها، وعاد خاصها تعاون امها اللي مطلقه وبارا محتاج الفلوس ولا لا؟ الحقيقه هو الله يحسن العوان، ولاني راه طلبات لي بزاف بزاف عليا انا هادشي. يا والله يسهل عليك فشي بنيته اللي تعوضها. الخير موجود غير وكان خدوج ولفتها وكنسى جمعها في الخدمه هذا ما كان. وملي ولفتيها زيديها غير شويه وخليها عندك. الا فكرت مزيان وبغات تبقى معايا تبقى معايا، راه نقدر نوصل معاها حتى 17%. نقولها ليها ايوا قنعيها ورغبيها، راه انت اللي كتعرفي ليها. واش غنقول لك؟ يكون خير يكون خير. قمه الجشع. ايوا شوفي هاد الزهر اللي حصلتي فيه دابا. خالتي الروندا شخبارك مع واحد الصحيحه؟ الصحيحه على قد الحال كلشي كيفوت. ايوا بسلامة عمرك ان شاء الله. مالك شتك متعصبه؟ ايوا غير خليها الله وصافي. ياك لاباس بنادم بنادم نكر الخير. ياك ماشي مشكله هذه عندك مع لالا مريم؟ لا 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 مع خدوج تسحب لها راسها وصلات. قول لي اش دارت لك دابا؟ نطلع نزبد لها ودنيها. خدات واحد ديبلوم وكيتسحب لها قبطات السما في يديها. ولكن كتعرفي الشبان ديال الوقت دابا تبرد. كيف جيتك طالبه لي نصف الثمن ديال كل تكشيطه كتخدمها؟ ولا واه بزاف زادت فيها بنيتي. ايوا مع من تهضر؟ بالحق انا غادي نجيب لالاها وما غنعطيها شي حتى الربع في الثمن اللي كنت كنعطيه لها هي. ولكن واش هي صنايعيه بحالها؟ بحالها وحسن منها. ها غادي ندير سوقيت وندوز عندها ونتكلم معها. لا 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 لا, لا. لا يحيى حتى تمشي تزيدي تكبري لها الشان وهاك. ايوا يكون خير خليتك دابا يتبقى الستر. تفضل السي منير شوف هاد التيراج كي جاك. هادشي معتبر تبارك الله عليكم. ملي توافق على النسخة الأخيرة ديك الساعة غنعملو الإجراءات القانونية ديال التوزيع. هكذا اتفقنا. ديال من هاد الكتالوج غيكون ديال شي دار الخياطة ممتازة. هاديك واحد الخياطة معروفة كتخيط غير العائلات الكلاس، كل شهر كطبع عندي كتالوج جديد. كتعرفها سي عثمان؟ معلوم وكتجي عندي باستمرار. عندي واحد البنت رقيقية في الخياطة وبالديبلوم ديالها. بنتك؟ تقريبا. بغيتيها تخدم عند المعلمة فوزية؟ ما كرهتش. غير كون هاني ملي غتجي عندي هاد المرة غادي نقولها لها وأكد عليها الله يجازيك بخير. كون هاني. واخا سي عثمان الصباح ان شاء الله. اجي علاش قلت لعثمان غدا دوز عنده المطبخ؟ قال لك لالا راه هضر مع المعلمه فوزيه وخصها تشوف خدوج وتجربها. بالمعقول؟ اي عرفتي الا خدمتني معاها راه معروفه في السوق وبغات تخدم معاها غير صنايعيه الصحاح. وجدي راسك غدا ان شاء الله راه غادي ندوزو عند السي عثمان باش يمشي معنا لعندها. دابا نوض نوجد شي تكشيطه اللي ندي معايا لعندها. ندي ديك التكشيطه اللي خيتي لي راه متقونه عندك الصح فكرتيني فيها هي اللي خاصني ندي. دابا البنت خاصها تعرف كيف دير بلاصتها. ما نخافش عليها راها بعقلها. يا ربي تسهل عليها في المعلمه الجديده. الاستاذ عثمان المسؤول الاداري على الطبع والتوزيع. متشرفين. هذه هي خدوج اللي دويت لك عليها. متشرفين. بلاتي نأكدوا على فوزية. ألو فوزية هذا عثمان كي دايرة لاباس عليك؟ إيه إيه رحنا وجدنا لك الكتالوج اللي كنا متفقين عليه. بغيتي تشوفيه معايا؟ وقتاش ما بغيتي؟
هذيك الانسه اللي كنت هضرت لك عليها هي معايا في المكتب، هي وبابا. اشنو نجيو عندك دابا من هنا نص ساعه؟ واخا بسلامة. دابا شويه نمشيو لعندها بدل ما توصل المحل ديالها. اللي درتي حنا عندنا الوقت. قال لي باباك بلي عندك ديبلوم ديال الخياطه. ايه اهو. ايوا هادي مؤسسه معروفه وبتفوق. ما عندي ما نسالك، تنهنيك. شكرا سيدي. تنتمنى في المستقبل تولي بحال المعلمة فوزية وتجي لعندها نطبعو لك الكتالوج ديالك. هذيك هي الأمنية ديالي. إوا لا لا مصاب، مصاب غير التقنية الصناعة ديالك وتستافدي مزيان من المعلمة فوزية. غير تهنى، وإلا بغيتي تأكد جيب ليها شي تفصيلة ديال الوالدة وتشوف كي غادي تخيطها لك. بابا عنده الحق، جربني وتشوف. حتى أنا ما عندي فيك شك. إوا هذا هو الوقت. نمشيو. والله ما تسني حلوفه بنيتي، لا كنت هذه 4 ايام غادي نجي عندك. ساعه الشكوى والله قبطتني واحد المنزله. قياس الخير عليك. وما يكون عندك باس؟ تلاقيت المعلمه دنيا وعاودت لي على داك الشيء اللي وقع لها مع خدوز، وراه باغيه تسامح معاها وتزيدها في الفلوس. ايوا تكلمي شويه مع بنتك تنقسم ديك الثمن اللي طالبه. ولا واه وجهك عزيز عليا، ودنيا راه صاحبتي، ولكني خدو سهل عليا الله فواحد المعلمه اخرى. واه لقات الخدمه تبارك الله عليها. اي هذه 5 ايام باش بدات الخدمه مع المعلمه جديده. ايوا على ما كيظهر لي هذه غير سواقيه وباغيه تقضي بها الغرض، ماشي بحال دنيا. ولا واه لا واه لا لا روندا، هذه راه المعلمه فوزيه اللي خياطها كيتضرب بها المثل عند العائلات. كيني ايه المعلمه فوزيه. ايوا هذيك بنيتي معلمه، واسم المعلمه ما عندي ما نقول. ايوا اش ظهر لك تبقى معها ولا لا؟ خلي البنت عندها وانا غادي نمشي عند الدنيا ونقول لها تقلب على شي خدامه اخرى. نمشي نوجد لك تعال. لا بلا بنيتي ما تعذبي راسك. غادي نجلس معك شويه على بيد من نمشي عندها. ايوا انت دابا خدوش ما يحتاجش نوصك، المكازا هي وجهنا والكليان هو كلشي. ما تحتاجيش توصينا اختي فوزيه، راه ماشي النهار الاول هذا. على لا ما عندي ما يتسالك تبارك الله عليك، ولكن الوصيه ما عندها ما كتغسل ما كتحيد. غير كوني هانيه. راه مالك غادي يرجع عندك، غادي يجيب واحد التكشيطه قلبيها مزيان، الا ما كان فيها حتى ديفو خلصيها. وهاك هي الصوات. يلا ما تخافيش غادي نفليها معاها. الله يعاونك. درتي نساها كانت كتعاونني بزاف خالتي الروندا. ايوا البنيته خدمات عند وحده اخرى. سيري يا بنيتي قلبي على راسك. انا اللي بقى فيا هو علمتها وتفننات ومشات دات الصنعه لوحده اخرى. ايوا كيظهر لك. اي تبقى ستر، انت اللي عملتي الغلط. ما كنتيش يا بنيتي توري لها تعلميت ديالك. ما نويتهاش ما نويتهاش غادي تبدلني وتمشي تخدم عندك فوزيه. ايوا هي دابا دوزتها بك. غير بلاتي عليها، حسابي معاها هو الاخر. المهم الله يعاونك وما تاخديش في راسك بنيتي. انا غادي نمشي، الله يجيب لك ما احسن منها. اي تبقي ستر. والله لا تعتقت معاها بيا ولا بها. امتي امتي حصلها هادي واش من حصلها؟ والله لا الليله جات معاها. لك لاباس لاله زويده، دخلنا عليك بالله. واش هذه هي الخيطه اللي اتفقنا عليها؟ ايوا هادشي اللي طلبتي مني راني سقمته لك. لا 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 ماشي هادشي اللي طلبت منك. كيفاش؟ لبستها البارح قدام صحاباتي زعما فحال الناس، وغير شافوني وهما يديروا لي ضحكه قدامهم وكلهم قالوا بلي خياطه سواقيه. لا والله لاله زويده ماشي حتى لهالدرجه خياطه سواقيه. عمرك ما درتي لي بحال هاد الخياطه، وإلا ما تيقتينيش نمشيو عند لامين الخياطه. لا واه بلا ما نوصلوا عند لامين الخياطه، الا كان شي ما يتصلح نصلحه وشي بس ما كاين. هادشي يا لاله ما بقى فيه ما يتصلح. شوفي غير ردي ليا فلوسي اللي ضيعتي ليا وخذيه انت، ولا والله ما نمشي من هنا حتى ندير لك شي فضيحه اللي عمرك ما شفتيها. لا واه بلا فضيحه،
انا غادي نعطيك ثمن الثوب وثمن الخياطه حتى الغدا. لا لا سمعيني مزيان، الا ما عندكش الفلوس اعطيني الشاب، انا والله ما محركه من هنا حتى ندي فلوسي كاملين. صافي صافي بلا ما تقلقي، شحال هو ثمن هاد الثوب؟ 3000 درهم. شحال جاتك في الخياطه؟ 2000 درهم. على 3000 درهم هي 5000 درهم، انا غادي نعطيك شك. صافي عندي واجد هنا هكا، لا غير ما تقلقيش شي بس ما كاين. انا لا لا غير عطيني فلوسي وما تقلقش، وانتي الا عجبتك ديريها في الفيترينا باش اللي شافها يعرف الخياطه ديالك والصنعه ديالك شحال تطورات. فين هي المعلمه فوزيه؟ ما كايناش. ايوا المهم انا غادي نمشي ومن دابا شويه نرجع. غير خليها راها وصلتني باش نشوف التكشيطه معاك، ولا ما كانش يدفو فيها غادي نخلصك. تبارك الله عليك، دابا وليتي انت هي المعلمه. ايوا قلبيها. هانتي شوفي تحت الكمام، راكي خطفتي الغرزه وخليتي الثوب مكمش. هذاك غير المصلوح يطلقها وزايد، تحت الكمام ما كيبانش. ايه تحت الكمام ما تيبانش، ولكن جليل غيشوف قاف زين، وانتي تتعرفي الكليانات ديالنا تنتبهوا للصغيره والكبيره. ودابا اش المعمول؟ غادي تعاودي هادشي اللي وريتك. معمر المعلمه فوزيه ما رضات ليا الخدمه حتى جيتي انت. ملي تجي قوليها ليها. والله الا هاد المعلمه فوزيه خصها العقل، اللي سلطات علينا الدريات يلاحظوا علينا. الو استاذ عثمان؟ ايه الحمد لله، كيفاش؟ غدا ان شاء الله ندوز عندك لهاد القضيه ديال التوزيع على خدوج، وكنشوفها فرحانه مع المعلمه الجديده ديالها. واخا سيدي متفقين، غدا ان شاء الله. شكرا مسبقا. أمدرا كاين شي جديد؟ المجموعه ديالي الجديده غادي تنزل هذا الاسبوع للسوق. ايوا عاد حن عليك الله، وهنايا علينا خاصك دير لينا شي حفله بحال المره الاخرى. في الحقيقه بنتي والله ما عرفت، من المفروض اللي كيوزع هو اللي كيدير الحفله. اذا هي الحفله ما كاينش منها؟ لا 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 بنتي غادي تكون ان شاء الله. نوضي وجدي حوايجك ونتمنى تما يحل الله. شتك ماشي فرحان بحال اللي موالف. ما عرفتش كنفكر في هذاك عثمان. مالك معاه؟ لاحظتو ديما كيسولني على خدوج. يمكن يكون خايف لا تحشمو مع فوزيه ولا لا 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 هذاك فراسو شي حاجه اخرى. سقصه علاش تبقى مهول كاع؟ تبارك الله على المعلمه خدوج. الله يبارك فيك السي عثمان. كديت من هنا وقلت ندوز لكم هاد الكتالوجات اللي بقاو عندي. حتى لاله فوزيه خلات لي الفلوس، هاكا هما. خساره خساره ما كتخيطيش الرجال، ما كنت جبت لك شي كسوه تخيطيها ليا. قلنا لك سيدي جيب لي شي تفصيله مرعى ونخيطها لك الوالده. هادشي فاش لقيتينا كنخمم. فوقاش ما بغيتي انا مستعده وندير لك شي خياطه ما دايراش. غادي نقلب على شي تفصيله للوالده وغنجيبها لك تخيطيها ليا بيديك. وحتى انا غادي نتبرعها لك بخدمه يديه. لا لا يخطيك، حتى المناسبه غادي نقلب عليها باش تلبسها الوالده. كنتمنى تلقاها في اقرب وقت. اذا غير نتمنى وربي غادي يسهل. تبارك الله عليك. مبروك عليك، العقد ديال التوزيع دابا انتهينا منه. شكرا السي عثمان، ما نكونو ان شاء الله في عمل اخر. بالنسبه لحفل التوزيع غادي نقومو بواحد التغطيه اعلاميه ممتازه، وغادي ننظمو عمليه اشهاريه مكتبه باش يكون عندك اقبال كبير ديال المعجبين. اهلا مكه تادرى بشعابها. ونزيدك اننا غادي ننظمو لك حفل توقيع ممتاز. طيب راه مفاجاه.
فكرتيني، خصني نهنيك على خدوج. مالها؟ راها ناشطة ومقابلة المحل كما يجب. فوزية اللي قالت لك هذا الكلام؟ لا، أنا اللي مشيت لعندهم، ديت الفوزية واحد الكوموند ولقيتها هي اللي مقابلة المحل بوحدها. وياك فوزية هي اللي كتجي تاخد الكوموند؟ لا، حيت شي كتالوغات كانوا بقاو عندنا وقلت نتهز الفرصة ونديهم ليها. كي جاتك في الخدمة ياك ممتازة؟ ما عندي ما نقول، بنت كتدخل القلب. أهلا، أنا غادي نجيب لك شي وحدة في نيانة. اش غادي نقول لك اختي فوزية، راكي وقفتي معايا بزاف كنشكرك. ما كاين حتى مشكل، هانتي سمعتي بودنيك المشرف على المريض شروط المشاركة. انا اللي مقلقني هو التوقيت، داروه قريب بزاف. ايوا المنظمين ديال المعارض كيختاروا الوقت المضبوط باش يختاروا منه الاستفادة. اش غادي نقول لك اختي، حتى انا راه ما واجده والو، موجده حتى شي حاجة. وخليها المرة اخرى ان شاء الله. قولي لي بعدا، انت كتسد المحل ديالك في هذا الوقت؟ لا انا ما كنسدش، عندي واحد البنت غزاله بقال لي المحل بحال لا واقفه فيه انا برجلي. ياك با واحد خدوج. خدوج كتعرفيها؟ ايوا هي معلمه غزاله غير الله يهديها. كتعرفي عليها شي حاجه؟ ايوا اش غادي نقول لك، خلاص كانت خدامه عندي شحال هادي، ولكن ما كاينلاش نهضروا في هذا الشيء. شوشتيني، اشنو عندها؟ واش غادي نقول لك الحقيقه اختي، راه يديها خفيفه شويه ولكن حتى زين ما خطات الاولى. ايوا انا بعدا شحال هادي وهي معايا، عمرني ما شفت عليها شي حاجه. ويمكن عفا عليها الله. اش غادي نقول لك اختي فوزيه، خليتك على خير هاد الساعه. سلام، تلقاي الخير. السلام عليكم. مرحبا لالا، تفضلي. ما كاينش لالا فوزيه؟ خارجة، بغيتي نقول لها شي حاجة؟ شكون المعلمة اللي خدمت هاد التكشيطة؟ أنا لالا. تبارك الله عليك، قابلة المحل وكتخدمي. أنا خياطة بالأساس والمعلمة فوزية مخلياني باش نقابل ليها المحل. عندي ما يتسالك، صنعة غزالة. واخا تشوفيها هكا، راه مازال ما كاملاش، وحتى نساليها ونوقفة، عاد قولي لي كيف جاتك. حتى أنا معلمة. واخا ما تكونش كاملة، الصنعة كتبان من الغرزة الأولى. هاك أنا كارت فيزيت ديالي. تشرفينا لالا، هذا نهار كبير اللي تعرفت عليك. شكرا. وما تنساش، إلا جات فوزية قول لها دازت عندك المعلمة سميرة، قول لها عافاك باش تتصل بيا. غير كوني هانية غنبلغها. ولا بغيتي تجي راه العنوان عطيتو لك، ونصك بلا ما تقول الفوزيه ملي تبغي تجي لعندي راه غنكون في داري. غير كوني هاني غادي تبقى بيناتنا. لا لا عمدرا، صلحات مالي كتكشيطه وجابتها؟ جابتها، درت الإصلاحات اللي قلت ليها وخلصتها. أجل هادشي، أري دوك الصورت. علاش ما عمرك قلتي ليا بلي دنيا كانت المعلمة ديالك؟ غير ما جابتهاش المناسبة. واش عندك معها؟ ما تفهمناش وصافي. فكرتيني، جات المعلمة سميرة وقالت لك اتصلي بها. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. السيدة دنيا؟ هي هادي يا سيدي، ياك لاباس؟ مضاربة لالا. عمري ما شفتك، كان كيجي شي واحد اخر. اللي كتيجي عندكم ولا في منطقة اخرى؟ لالا ما عليناش، متشرفين بمعرفتكم. هاكي، هذا الانذار الاخير، ولما ما خلصتيش في اقرب وقت
غتكون عندك مشاكل كثيرة. لا مشاكل كثيرة؟ علاش شنو واقع في الدنيا؟ والمبلغ راه كبير بزاف، عاد تزيد عيد الضعيف ديال التأخير، ولا ما خلصتيش في الوقت غتعرضي للحجز. الحجز؟ على أنا بوحدي في هاد البلاد اللي ما مخلصاش الضريبة؟ المهم أنا غير خبرتك وأنت تصرفي، واللي ننصحك هو اتصلي بالإدارة يديروا لك مصارفة في المبلغ اللي عندك. الله يعاونك لالا. إيوا هادي وحدة أخرى، خصني نقلب على راسي ونشوف شي حد اللي يعتقني. داكوغ، ألوغ أبيانتو. هاد المعلومات اللي اتصلتي بهم كلهم غادي يشاركوا في معرض الخياطة التقليدية. خدوج، حيدي منك هاد القاعدة، هذا راه سير المهنة، كتصنتي على الناس، خاصك ما تبقايش تلقي عليا ودنك. قلت ما فيها والو، غير تنسقسيك. ياك ما غاتشاركي في المعرض؟ علاش لا اختي فوزية؟ ايوا حتى تولي معلمة ديال المعقول، حيدي منك هاد الخفة وما تبقايش تصنتي على الناس. على سلامة لالا فوزية. الله يسلمك. ايوا جاي على شي خدمة جديدة؟ لا لا، غير جبتك شيطان خدوج وما لقيتكش وبغيتها تخلصني. اشمن خلاص؟ ياك عطيتك تكشيطة. على خدوج ما خلصتكش؟ حرام، قالت لي حتى تجي لالا فوزية وتخلصك. كيفاش؟ انا ما خلصتكش؟ ماشي حرام عليك؟ انت راكي كدابة، ما ديريش داك التحرميات معايا انا. والله خالتي فوزية ما خلصتها. منين؟ فوقاش؟ والله اختي فوزية ما خلصتني. انت كدابة وحرامية وما ديريها شي معايا. باغا تدوري فيا وتاكليني في رزقي؟ انت راكي ما كتسويش. اللي كيطلب حقه دابا كيولي ما كيسواش. قولي لي لالا فوزية، فوقتاش درت معاك تحرميات انا؟ صافي صافي يا مليكة، الغلط ديالي انا، رجعي عندي غدا ان شاء الله وغادي نخلصك. لا لا لا، دايره فيك الثقه، فوقتاش ما وجدتو. بسلامه. راه يديها خفيفه شويه ولكن حتى زين ما خطاتهم. اسمع يا خدوج، انا ما عندي ما ندير بمشاكل في المحل ديالي. دابا غادي تمشي لداركم وملي توجد عندي الخدمه غادي نرسلها لك للدار. يلا الله يهنيك. على مشاكل؟ ايوا كيف جاك حفل التوقيع اللي عملت لك؟ تبارك الله عليك، كان حفل ممتاز، يقام له ويقعد. هذا نوع جديد في الماركوتين، الاولى كيشتغلوا به جميع المطابع بالنظر للعدد ديال الناس اللي حضروا وشراوا المجموعه. يعني راه خطوه كبيره هذه. مازال تشوف، مازال تشوف ملي تبدا تكتب عليك الصحافه والمؤلف ديالك غادي يولي عنده اقبال كبير. الفضل كله كيرجع لك السي عثمان والمجهودات ديالك. هذا غير نص الواجب. سي منير، ممكن نتكلم معك؟ ها تفضل. بغيت نهضر معك في شي موضوع. مرحبا، تكلم. لا لا لا، اسمح لي، الوقت ماشي مناسب، خليها المرة أخرى. واللي تشوف. الموضوع طويل وانا مزروب، خصني نمشي. وما تغيبش علينا. مبروك عليك النجاح مره اخرى وبسلامه. ايوا هادي شحال ما خلصتي الضريبه وعاد تفكروك. الله يهديك. كانت كتجيني يا خالتي الروندا وما كنتش كنديها فيها. يهديك الله يا بنيتي، ويلي على الضريبه مع هالملاغه. كان مرقدني واحد الشلاهبي مسؤول في دار الضريبه، وكنت ساعه ساعه كندور معاه، كان كيقول لي غادي نحيدك من الكناش ديال الضريبه. ايه تبقي ستر. ايوا سيري شوفي هذا اللي عنده المنصب كبير هو يحيدها لك. مشيت لا لا، قالوا لي طيروا وداروا في بلاصته واحده اخرى. ايوا سيري شوفي هذا اللي ولا في بلاصته. هذا اللي ولا في بلاصته قبيح وما كيتفاهمش وكل شيء كيخاف منه. يا لطيف. لا دنيا بنيتي مليكه، لاباس عليك؟ لاباس اخالتي الروندا. كي دايره الوالده؟ لاباس عليها. ربي يخليك اخالتي الروندا. الا لا بعدي مني، لاش تبعاني؟ بغيت غير نقول لك شتي داك خدوج قضى الله الغرض. الا لا ماشي شغلي فيها، اش دخلني فيها؟ ياك انت اللي بغيتي. اش بغيت الا لا؟ ما باغيه والو، بعدي مني عطيني صبر تسعه. مالكي كتغوتي عليا؟ ماشي انت اللي وريتيني اش نعمل فيها باش نخلوضوها مع فوزيه وتخرجها ودابا تقلبتي. ولي ولي ولي، استغفر الله العظيم، هي تبقي ستر. شهادتي كنسمعها. لا عندك اخالتي الروندا، راه غير كتكذب، انا ما بيني وبينها حتى شي حاجه. دابا درتي فيا بحال الزمان. شوفي زيدي بحالنا، ها
هادي راه ما معاها تفاهم. سيري بحالك بعدي مني. لا لا طيب لا لا. هادشي اللي قلتيه لاله فوزيه ماشي معقول، لان البنت باها راجل مثقف، امها مرا الله يعمرها دار، ما نظنش انها تعمل هادشي. متفقه معاك، حتى انا هادشي فاش فكرت. يا ولكن شكون اللي باقي تيقف هاد الزمان؟ عندك الحق، ولكن علاش تسرعتي وصيبتيها؟ اولا البنت اللي وقع لها مع هادشي بنت معقوله، وعندي فيها الثقه، وعمرني ما حصلت عليها الكذوب. ثانيا هذيك خدوش السمعه ديالها خايبه مع جميع المعلمات اللي دازت معاهم. حتى انا بغيت نعرف هادشي اللي وقع بالتفصيل، لانه كيهمني. ايوا كنتمنى ما تكونش تعديت عليها او ظلمتها. ايوا المهم هالي كتالوج ولي كارت فيزيت واجدين وجدتيهم في الوقت. ما عندي ما يتسالك، غادي يتصلوا بك واحد المعلمات عندهم معرض ديال القفطان ومحتاجين الكتالوجات المحلات ديالهم. الا لا مرحبا بهم، ويعتبروا المحل محلهم. ايوا انت مشاركة معاهم؟ معلوم، ووجدت قفطان ديال لاكلاس. عارف عارف لالة فوزية. ايوا بالتوفيق والنجاح ان شاء الله. شكرا. كيف بقيت خدوش؟ لاباس شويه الحمد لله. والله الا بقيت مشوش عليها. اما تشوف انا تهمها بالسرقه بزاف، حتى حد ما يقبل على راسو بحال التهمه. حتى هي ما تحملش التهمه مسكينه. كل شيء يدخل الشك في هاد الفعله. كون غير ما كنت مربيها وعارفها بحال نفسي. دابا اش مصلحه عندها باش تهمها؟ كل شيء باين، غادي تكون خدوج بينات ليها العيب في الصناعه ديالها، الاخرى ما رضاتش وهي تنصب ليها هاد الفخ. اي والله ياخذ فيها الحق. فين مشات خدوج مالها؟ مشات عند واحد المعلمه خياطه، كتشافتها عند فوزيه وعطاتها العنوان ديالها. ايوا الله تخدمها وتنسيها في هاد الحكره. السلام عليكم. وعليكم السلام. كاينه لاله سميره؟ هي لاله. شكون بغا؟ خدوج. تفضل لاله. الحمد لله. فين واحد لاله خدوج؟ غير خرجت عند الجيران. ديك البنيته مسكينه ما عندها زهر. عندك الصحه يا لروندا. انا في خباري شي حاجه وقعت لها مع المعلمه فوزيه. داكشي غير الباطل طاح عليها، وزيدو ما تيخدوش ما ديرش داكشي. وعاد غادي تقولي لي لا مريم، راه داكشي انا علاش جيت لعندك؟ بحالاش شتي داكشي اللي وقع لبنتك مع المعلمه فوزيه؟ الا بغيتي تعرفي
لالهم دنيا هي اللي مدبره هادشي كله، هي اللي حرصت مليكه باش تعمل لها داك العمايل. بالمعقول هادشي؟ الهضره كلها دازت على ودني. ولين يا الدنيا كي دايره؟ ما تخافي صاي، كي درتي يا يدي تودي دابا تسمعي خبرها وربي يخلصها. ايوا عرفتي اش غادي ندير؟ غادي ناخذ لاله خدوج ونديها معايا عند المعلمه فوزيه ونحكي لها على كل ما سمعت. ولا لا يخطيك خالتي الرنده، راه خدوج ما رضاتش هي تلقوا عليها سراقه. هذا هو الخير اللي غادي ندير ان شاء الله في لاله خدوج، ماشي راها بحال بنيتي. على ما كيقولوش خوك في الحرفه عدوك؟ ولكن باش تهمني بالسرقه هذه ما كنتش منتظراها. ما تاخذهاش بخاطرك، والحمد لله اتصلتي بيا في هذه الوقيته، عندي لك واحد المفاجأة. معك لالة سميرة، أنا مستعدة. شفت خدمتك وعجبتني، وباغا نقترح عليك تشاركي معايا في واحد المعرض ديال الأزياء التقليدية، غادي نطبوه قريب. أنا موجودة لالة سميرة. غنقدمك كمشاركة رسمية، ولكن بشرط غتقدمي باسمك كمصممة وخياطة وغتمثلي المؤسسة ديالي في المسابقة. ما عندي حتى شي مشكل. وشحال ديال الفصايل غادي نشاركوا بهم؟ على الأقل ثلاثة الموديلات. ما كنظنش غادي يقضي الوقت باش نشارك بهاد العدد. خذ لك شي خياطه تعاونك. الا كان ممكن بحال هكذا انا مستعده. وبالنسبه للثوب ديال التفصيلات دار الخياطه ديالي هي اللي كتساهم به. هذا هو النهار اللي كنت كنتسنى من شحال هادي. غيكوني لاله ومولاتي وحمري لي وجهي. ما يكون غير خاطرك، الله يكثر خيرك. جيبي العصير. اش وقع لك لاله دنيا؟ بعت المحل وغادي نبطل هاد الحرفه هادي. وعلاش بعتيه؟ جمعت عليا الضريبه. ما نسيتينيش لاله دنيا، راه مازال عندك شي حسيبه ديال شي خدمه. انتي كتساليني شي حسيبه ديال واحد الخدمه؟ الله يحييك حتى تساليني. وتفكري يا لاله دنيا، راه عرق كتافي. عندك حساب الكراس كان هي داك خدوج، الناس راه كيكذبوا غير على الميت. عندك الحق، نساهل، ولكن خليت لك الله. اجي اجي هكيلي هكا وا دابا وليتي كتساليني وبغيتي تطيحي عليا الباطل غير هكا داكي؟ شنو زعما شفتي ذنوب عرق البنات اللي كتاكلي؟ خيفي ربي راه خلصت. سيري بعدي مني ولا غادي نعيط لك البوليس. باركم سعوده بنتي على المشروع الجديد؟ لا المشروع باقي بعيد شي شويه، مازال يلاه كنرجد الوراق انا ومرات خي، هي براس المال وانا بصنعت يدي. الله يسهل على خدوج حتى هي دير شي مشروع ديالها ان شاء الله. قولي لي شنو هو الموضوع علاش عيطتي لي؟ عندي مفاجاه لك، الا سهل فيها الله غادي تكون عندنا مهمه في المستقبل ديالنا. والله يسهل عليكم بجوج. المره اللي مشيت لعندها مع المساميره اقترحت عليا باش نشارك معها في معرض الازياء البلديه. هذه فرصه معتبره. ونخليكم عندي شي شغل ما تقدا. سمعيني انا غادي نشارك بصناتي والمعلمة سميرة باسم دار الخياطة ديالها. فكرة معتبرة هادي. هادشي علاش اتصلت بك. وشنو المطلوب مني أنا؟ خاصني نوجد ليها ثلاثة الموديلات باش نشارك معاهم، والوقت ضيق ما عنديش كندير بوحدي، قلت تعاونيني انتي. حيلا كان باش نعاونك أنا ما عندي حتى شي مشكل، بالعكس مزيانة لي حتى أنا. إذا اتفقنا. إيه ولكن راه عاد خاصك تشري التوابات والسلعة باش تخدمي، كي غديري؟ توب والسلعة اللي كيخص خديتهم عند المعلمة سميرة. على هاد الحساب وقتاش غتبداي؟ في أقرب وقت، باغية نوري الفوزية علاش قادة. غير تكلي عليا، غادي نتعاونو أنا وياك إن شاء الله، وغادي نوريولها حنا بزوج علاش قادين. هادي هي الدفعة الأولى. فوقاش الدفعة الثانية؟ دابا المبيعات مازال ما كملات، ولكن راه حنا غاديين مزيان. هادشي كيفرح. وناوي ان شاء الله نعملوا الطبعه الثانيه. مزيان، غير خصكم تفكروا في شي طريقه جديده للترويج. عندك الحق، حتى انا هذا رايي، باش الدار ديالنا تكون في قمه دور النشر. هادشي كيبشر بالخير. سي عثمان، خدوج راه ولات خدامه في دار واحد الخياطه جديده معتبر، الله يكمل عليها. هاد الهضره خليها بيني وبينك.
كتهضر بحال هي اللي مظلومه. ايوا شتي بنادم ديال هاد الزمان كيف داير يا بنيتي. ايوا لا جينا المعقول الغلطه ماشي ديالها، ديال هذيك دنيا هي اللي محرشاها. ايوا ها هو دابا ربي زازاها، تزمعات عليها الضريبه وباعت التالي والوالي وبقات على الدص. هذاك الشيء اللي سدت الحانوت. ايه تبقي ستر، كنت شوفي الحاله ديالها دابا كيف دايره يا بنيتي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، كيف ما درتي يدي تودي. وفين هي خدوج دابا؟ يا كانت غادي تجي معاك ياك ما مازال مقلقه عليا. مازال مسكينه مقلقه، ماشي منك حتى انت معذوره، كنت جايبها معايا ما قدرتش تشوفك. ومن جهه اخرى عندها شي خدمه مزروبه بها، خاصها يا بنيتي حتى تكملها. ايوا دابا غير قول لها تجي لعندي، راني محتاجه بها وبالمعقول. ما يكون غير الخير، دابا ترجع المياه لمجاريها يا بنيتي. وقولي ليها ما تبقاش واخده على خاطرها مني، راني كنعتذر. كوني هانيه غادي نوصل لها هادشي كله. ايوا بنيتي فوزيه هذا الجد خصك تمشي لعملك، الله يعاونك. صافي خالتي الروندا غادي تمشي. ايوا في حق الله يسهل عليك، انت كتجي في خير لجميع الناس. ولي تبقى ستر. ما كندير غير الواجب، الله يهنيك هاد الساعة. الو فوزية كي دايرة؟ لاباس عليك؟ اللهم لك الحمد، لا شكر على واجب. كيفاش؟ واش كتهضري بالمعقول؟ شفتي اش قلت لك؟ ما يمكنش بنت مربيه بحالها تعمل هاد العمله. عندك الحق، فرحتيني. دابا عاد اكدتي لي شي حوايج كان عندي فيها الشك. واخا واخا، ايوا بسلامه، الله يعاون. ماشي حشومه عليك تكذبي على السيدة وترجعي على السراقة. والله لا فوزية، ما أنا راه غير مدفوعة، راه ديك دنيا راه هي اللي عمرت لي راسي. وسيري عندك دنيا وقول لها تخرج من داك الخواض اللي انتي فيه. اش غادي دير لي؟ راه حتى فلوسي اللي خدمت فيهم ما عطاتهم ليش. عبرت عليك، تساهلي. أنا مزوقة فيك أختي فوزية، اسمحي لي. اسمعي، اللي خصك تزوقي فيها وتطلبيها هي خدوج. نمشي لعندها ونطلب من الناس السماحة. أنا ما كنخدمش مع كدابات بحالك. انت كدابه ومخلوه. لا ولا فوزي اسمحي لي، الله يرحم والديك، الله يخليك لي عز عليك. سيري بعدي مني، راه بقى عندي فين. انا ما عندي مصلحه فيك وانت ما عندك مصلحه فيا. سيري بعدي مني، طنتي ساعه. خدوج اجي عافاك، شوفي هادي، شوفي واش هادوك ما مصاوبين مزيان. مزيانه غير قديها من هنا، غير هاد البلاصه هادي. واخا ياك ما صدناك بالهضره ديالنا. لا غير كملوا، الله يعاونكم. شوفي تا عندكم هذا تا هو، بغيت نشوف. شوف شكون جا. فتقي من هنايا وصفيفه مزيانه. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا سي عثمان. بارك الله فيكم. ايوا فين وصلتوا في الخدمه؟ اش هاد المفاجاه؟ هادو جبتو الخدوج تخيطوا لي. انا ما كنخيطش على الرجال. عارف هذه هي واحد التفصيله للوالده. راه شوف هادو، هادو جابوه ليا شي ناس من على برا كادو. راه نشوف لك هادشي وغزال من التوب. هذا غادي يجي لبسه معتبره ياك ما مزروبه فيه. غير خدي وقتك، المهم طلع شي كسوه بزاله. كون هاني غادي نتعاونوا عليه بزوج. بارك الله فيكم، يلا نخليو البنات يخدموا. عندك الحق. عرفتي هذا القفطان يجي فيه كاع هاد الوانات اللي كاينين. يمكن لك ديري لون واحد يجيو غزالين ولا لا؟ صح. سيمونية سمح لي، داك النهار كنت سمعت شي هضره ودابا تاكدت من الحقيقه. وصلتك الخبر بعدا؟ على كاين شي حاجه كتخبى في هاد الوقت. خليهم يهضروا،
قافلة تسير والكلاب تنبح. خلينا من هادشي كله، بغيت نتكلم معك. تفضل. بغيت نهضر معك على خطوش. مالا؟ غير شفتها جدية وبدراعها وعجبتني. واش نطلب مني؟ سي منير، بغيتك توقف معايا باش نخطبها من والديها. يوا نشوفها واش تقبل، ومن بعد ديك الساعة نشوف والديها. الله يكثر خيرك. طاحت ملدودة، تلمت تعشى. تبارك الله عليها، ما كتخليش من جهدها. اللي عجبني فيها انا عارفه اش كدير. الله يحفظها. انا ما فهمتش علاش عثمان ما جبتك شيطه ديال مو غير في هذا الوقت. عثمان انا اللي فاهمه، ديك الشيطه راه غير سبه. حتى انا فهمتها. واش تذكرتو في الموضوع؟ حتى تدوز المعرض ديالها ويكون خير. عندك الحق، حتى هي باش تبقى مركزه راه ما بقى ليها والو. وصيح حتى انا خليني نركز. دكار سلطانة ولبات القصرة زينب. مرحبا مرحبا، كيف تكون مفاجأة السي منير؟ مريم الله يكثر خيرك. لالا سميرة الفضل كله كيرجعو. لولا وجودك لالا سميرة ما كانتش خدوش توصل هادشي اللي وصلت ليه. أنا ما عمري ما نسخرك عليا، كل ما عاونتينيش وقدمتيني لهاد المسابقة ما نوصلش لهاد النجاح ونفوز بالجائزة الأولى. لو كان ماشي الصدفة باش تلاقينا هادشي كله ما كانش يتحقق. راه الصدفة خير من ألف ميعاد، ولكن من اللي عجبتك صنعتها والموهبة ديالها انت اللي اخترتيها. وانت قلبك طيب وما محسداش، هادشي علاش خدوش وصلت هاد الحلم ديالها. عندك الحق بابا منير، ما عمري ما نسخرك عليا. خدوش كتستحق التشجيع، وهادشي اللي كان خاص يقوموا به المعلمات اللي دازوا عندي قبل. كنهنيك يا بنيتي على هاد النجاح، ياك دائما كنت نقول لك عمر سيدي ربي ما غادي يحشمك. فهمتي دابا خديتي الجائزة الأولى في القفطان المغربي التقليدي من نوع جديد. تبارك الله عليك تبارك الله عليك، كنشوفك بالعين اللي كتصلي على النبي. الله يبارك فيك يا خالتي الروندا. واسمعي لالا الروندا، حتى حنا غنديروا لها حفلة كبيرة وغنعرضوا صحاباتها وبنات الحومة، ولكن بشرط عاد ديري انت كلشي. اي تبقى ستار، راه انا اللي غندير لها واحد العرس غزال دايج الكلاب ونقلب لها على واحد الراجل ولد الناس طيب. ما خليها بعدا تشوف مستقبلها ودير شي حانوت ديال الخياطة عاد. إن شاء الله وبعون الله. في الحقيقة خدوش تسهل كل خير، نهار قدمها لي عثمان عرس غادي يكون عندها مستقبل ظاهر في الصناعة التقليدية. ولا وهلا لالا فوزية، تنتي عاونتيها في المرحلة الخايبة من حياتها. إيوا دابا خدوش، أشنو نوايا تعملي في المستقبل؟ غادي نعمل مشروع كبير إن شاء الله مع لالا سميرة، راه حنا كنتفقوا عليه. الله يسهل عليك، المهم شوفيني مرة مرة، ما تنسينيش. معلوم. خدوش قلب ابيض وما تنساش اللي كيدير فيها الخير. حتى انت يا لاله فوزيه مره مره دوزي عندنا باش تعطينا نصائح لخدوش. ان شاء الله. ما تصوريش شحال فرحت مني على انه انا كي خديتي الجائزه الاولى، ما تيقتش في الاول. حتى انت راكي ساهمتي معايا في هذه الجائزه وعاونتيني. ما تقوليش هذه الهضره خدوش، حنا بيناتنا هادشي. لا واه انا راه حاضر للمساعدات اللي قدمتي لخدوش. لا شوف عمي منير، انا وخدوش ما بيناتناش هذه الهضره، حيت انا متاكده انني نهار نحتاجها غنلقاها في جنبي اكثر من اللي كنت معاها انا دابا. بيناتكم يا بنتي هذاك شغلكم. شوفها بنتي خصكم تعاونوا بيناتكم باش ديروا مشروع كبير ان شاء الله. تحياتكم ان شاء الله. مبروك عليك لالا خدوش، الحمد لله بعد حمرتي لي وجهي مع لالا فوزيه ولالا سميره. يا قلت لك جربني وغادي تشوف. ما عندي ما نقول. ايوا سيمونا، هذه هي المناسبه باش نهضروا في الموضوع اللي طلبت منك. ايوا هذا هو الوقت المناسب، ها انت ها هي. اجي نتوما بجوج بيناتكم من الغاز، شاركونا معكم. حل اسيدي هاد اللغز. ايوا السي منير، اللي طولوه نقصروه بصراحه وبلا ما نخبي عليكم، ملي شفت لالا خدوش وراقبت معاملتها مع الناس عن قرب الحقيقه عجبتني شخصيتها. هادشي فيه المراقبه والحضيان
راه هضر معايا في الموضوع مش حال هادي. قلت له بلاتي نشاورها ونشوف رايها ومن بعد ديك الساعه نشوفوا شي لاخر. عندك الحق. ايوا اش تقولي لي لخطوش؟ وجاوب الراجل هادشي راه ما فيش الحشومه. هي هي لا لا اشنو نحسبوا السكوت من علامه الرضا؟ قالينا غير زغرته. ويلي ويلي الا مريم فرحونا اش كاين؟ سي عثمان طلب خدوش بغيت زوجها. اي تبقى ستار كنتو مخبين عليا انا والله تنفضحكم. سلام سلام اجا سي المصور خدنا واحد الصوره.